الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. زيادة ممتاز. واش عم جيتي للمدرسة؟ إن شاء الله. ها؟ تجي للمدرسة؟ ولكن أسكون تحفظ هكا باش تجي 9 فصيلة، شحال تجي المواد كاع؟ 10. أوه كيسولوك شحال باش حفظت هاد الصورة؟ صورة الأعلام شحال دزتي؟ فوقاش حفظتها؟ قال لكم حفظتها في الليل. صار ممتاز. بسم الله الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنوقعك فلا تنسى إلا بما شاء الله إنه يعلم جهرا وما يخفى ونيسرك لليسرى فاذكر إن نفعت الذكرى ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى كذا نكرموه خليناه يعني غتكون مفاجأة إن صح التعبير ما دخلناهش يعني في اللائحة ديال اللي غنكرموه أبت اللجنة ديال المسجد إلا أن تكرم هذا الشخص نظرا للمجهودات التي قام بها أو التي قام بها والتي يقوم بها حاليا هذا الشخص قبل ان اتقدم هذه الجائزه اقول لكم بانني لم اكن اعلم بهذا الامر بتاتا لو كنت اعلم بانهم سيكرمونني في هذا المكان لما حضرت معكم اليوم اقول لكم كل صراحه يعني هذا التكريم في الحقيقة كنت أتمنى في شيء آخر ولكن لا بأس هذه مفاجأة لم أكن أعلم بهذا إخوان ديالي في اللجنة أرتأوا يكرموني بهذه الطريقة لم أكن أعلم ذلك وشكرا أشكرهم جزيل الشكر وإن كنت يعني في الحقيقة غائبا على هذا أول حاجة نقول لكم رانا نعرف الشادة والفادة في هذا الحي إلا هذه ما عرفتهاش هذه الكلمة اللي بقاوها الإخوان في حق السهم بوزعين هو في الحقيقة ماشي كلمة مجاملة ولا كلمة وضعت في غير محلها ولكن هي في الحقيقة كنشكروا الإخوان اللي جعلوها مفاجأة باش يكرموه لأنه في الحقيقة يستحق كل خير والأخ اللي طبعا قال فيه هذا الكلام هو على حق وعلى صبر ويستحق كل خير فيه الحمد لله المنفعة لهذا الحي وكذلك المدينة ديال زايو كلها وكنعتزو بهذا يعني هذه الليلة المباركة اللي في الحقيقة سمعنا فيها القرآن الكريم سمعنا فيها كذلك الأطفال الصغار الحقيقة يعني احنا معجبين بهذا الدور اللي يقوم به السكان في هذا المسجد كنشكروه
ومرة أخرى كنقولوا نستحمد لأن والسكان ديال هذا الحي هانئا كذلك. نتمنى إن شاء الله تكون السنة مباركة ورمضان كريم وعيد مبارك سعيد اللي غادي يكون بطبيعة الحال. السؤال يطرحوا لي السيد الرئيس. أولا كذلك كان في البداية كان طرح لي استحمد المزعين قال طرحت لواحد البنت تلميذة واحد السؤال كتقول له واش هذه السنة غادي توفروا لنا النقل من الحي إلى الإعدادية ديال زايد. بطبيعة الحال بالجواب على هذا السؤال كنقول وكذلك السي حمد راه عارف هذا الجواب اللي غادي نقولو. أولا كنقولو للإخوان ديال هذا الحي بأنه في بداية الموسم الدراسي غادي نكونو عاملين إن شاء الله جوج ديال الحافلات جداد كل حافلة 27 بلاصة باش غادي يبقاو التلاميذ مشيو الإعدادية ولا مشيو للمدرسة يعني مرتاحين. في البداية ديال الموسم الدراسي إن شاء الله هاد الحافلة راه كومانديناهم من هنا شهر غادي يكونوا بين يدينا. وهاد الحافلات داروا في إطار المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذا هاد السؤال اللي كنت طرحته هاد التلميذة هو سؤال وجيه. أقيمت في هذا البحر في هذا المكان في هذا المصلى الذي هو من كما قال الأخ الأعضاء كانت أرض ديالوك هيبة من طرف الحاج عيسى زكوان رحمه الله. قبل أن أختم أترك الإمام أن يتقدم بالدعاء الصالح ويختم الكلمة. من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما ديالنا والأشيخ ديالنا والأجدين بك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم تجاوز عنهم اللهم بصفاتهم حسنة اللهم اجعل في آبائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية لابد من نشكر المواقع الإلكترونية زيو سيتي ولا ناطور سيتي حضروا معنا في هذا الحفل التتويجي والتكريمي لبعض المساهمين سواء ماديين او في الموضوع السيار ديال مسجد مرشال. وانتم ترون يعني نحن متواجدين في مكان واسع وفضاء ممتاز يعتبر من المصليات الموجوده بالمدينه من احسن المصليات. بهذه المناسبه كنشكروا السكان ديال الحي وكنشكروا الزملاء اللي معنا في اللجنه اللي كيساهموا بمساهمات يعني كبيره جدا في مستوى المسجد سواء في اصلاحه او في صيانته او في تسييره. والان احنا متواجدين هنايا بالمناسبه ديال كما قلت حفل تكريمي وايمانا من لجنه المسجد بدعم التدرس. ونحن نعلم بانه محاربه الهدر المدرسي لابد من المجتمع المدني كي يتدخل في هذا الموضوع حتى يحارب هذا الهدر. وايمانا منا بذلك قمنا بمسابقة ثقافية دينية لفائدة التلاميذ المتفوقين بمدرسة ولاد بوريمي التابعة لمدرسة ابن بسام. تقريبا خذينا من كل مستوى خمس تلاميذ المستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. حاولنا جينا لهم مسابقة ثقافية فقط شكلية لنعطي لهم جوائز كلها لكي ندعم ونساهم في محاولات منا من اللجنة لمحاربة الهدر المدرسي. وهكذا المسابقة إلى شتوها تميزت الحضور ديال التلاميذ والحضور ديال المصلين. كرمنا مجموعة ديال حفظة القرآن الكريم كان عندنا في الحي 8 ديال الأشخاص حاملين لكتاب الله سبحانه وتعالى كرمناهم كاملين. وكرمنا مجموعة ديال الفعاليات اللي كتسهر على تسيير المسجد لأن التسيير ديال المسجد لابد من جنود يعني بحق اللي يخدمون المسجد. وكاين واحد مجموعة الشباب هم كلهم مجازين وجامعيين كيساهموا معنا في هذا المسجد. ونتمنوا التوفيق وشكرا لكم. نتمنوا نتلاقاو في مناسبة أخرى إن شاء الله في هذا المكان إن شاء الله بحول الله. شكرا.